بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا. الفيديو جولة في بندا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. نفس الأسعار هي في كل الفروع على الأواني المنزلية والأجهزة المطبخ الكهربائية. هنشوف خلاطات ومحضرات طعام وأفران كهربائية ومكاوي بخار وأواني منزلية. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي أطقم كوبايات شاي على 16، في بقى طقم الكنك ده ستانلس على 26، 3 حبة. في بقى أطقم المعالق ب29 و30، أطقم معالق وشوك وسكاكين، كل دي أطقم توزيع السفرة. في المعالق الخشب دي على 16، كل دي أدوات مطبخ. نشوف بقى الطاسات التيفال دي ب54، مقاس 30. في بقى مكاوي البخار اسعارها حلوه جدا وعليها تخفيض جامد جدا. دي مكوه ماركتها كيليكون على 35، تيفال مكوه بخار على 75، دي مكوه برضو تيفال على 85، دي مكوه معدن ب55، في مكوة الملابس تيفال ب94، في بلاك اند ديكر ب109. تيفال على فكرة في منها كذا نوع، في تيفال دي على 199 ودي ب119 وفي تيفال ب105، طبعا حسب الوات، كل ما الوات بيعلى كل ما بتبقى اغلى. فيليبس ب165، دي 2200 واط ب69، كيون على 75. في بقى مكوة البخار لونها لبني دي ب194، اللي جنبيها دي ب189، بلاك اند ديكر كيليكون على 85، في تيفال ب139 مكوة بخار. في بقى اللي هي أوكارينا على 199. نشوف بقى مكاوي البخار نوعيات تانية. كونير ب149، دي مكوة بخار تيفال ب459. ادي شكلها من فوق، الخرطوم بتاعها على فكرة سيليكون. في بقى اللي هي كيليكون على 139، دي مكوة بخار فيليبس ب235، اللي جنبيها دي ب209 كيليكون، تيفال ب209. نشوف بقى بالنسبة للخلاطات، ده خلاط مولينكس على 129، ده 300 واط، فيليبس على 149 ريال، ده خلاط فيليبس ب209، 300 واط، ده خلاط اوكارينا ب85، اوكارينا، ده خلاط كيون ب75. في بقى عصارة الفواكه ب205، دي عصارة فواكه كيليكون ب145 ستانلس. في بقى الخلاطات دي، ده خلاط مولينكس
ب 159، اي تي سي ب 105، خلاط برضو، ده خلاط كهربائي ومعاه قطعة بصل ومطحنة، ماركته اسمها جيباس ب 214، وخلاط كمان. دي عصارة فواكه مولينكس ستانلس ب 219، عصارة الفواكه جيباس ب 89، في عصارة الفواكه اللي هي الصغيرة دي كهربائية ب 49، لونها أخضر دي. في بقى عصارة الفواكه مولينكس ب 95، عصارة فواكه كينوود ب 99، ده خلاط اي تي سي ب 105. في بقى عصارة الفواكه دي كيليكون ب 109، 500 واط، مع خلاط وقطعة بصل ومطحنتين وعصارة فواكه، سعرها حلو جدا ب 109، عرض حلو قوي. في جي باس على 89. نشوف بقى الأواني المنزلية، دي طاسة جرانيت في ب 55 و65، في بقى طقم الصواني الجرانيت ده على 89، دي طاسة مقاس 26 ب 45، في بقى اللي هي الصواني الفرن دي طاسة قلية عميقة مقاس 30 ب 54، في بقى ال 115، دي كزرولة لبن ب 27، اتنين حبة. في بقى الجريل ده اسمه ماركته اسمها سينبو تركي، ده سعره 159. في بقى اللي هي حلة الضغط دي تيفال ب 165 ستانلس، ده طقم سيراميك رويال فورد 10 قطع ب 575 رويال فورد. نشوف بقى أسعار الأفران، ده مايكروويف ب 269 جي باس، في اللي هو المايكروويف ب 275، هنا جي باس ب 399، ده فرن كهربائي ب 289 جي باس. في بقى الفرن الكهربائي ده ب 225 جي باس، هيتاشي فرن كهربائي كيليكون ب 255، ده فرن كهربائي برضو. شوف كده شكله من جوه، ادي حجمه كيليكون، ده فرن كهربائي 60 لتر ب 349 اي تي سي ب 379. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في بندا على الأواني المنزلية وأجهزة المطبخ الكهربائية ومكوة البخار وحاجات كتيرة جدا من مستلزمات البيت. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا اشتراك ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.